بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي، مرحبا بكم في هذه الحلقة السادسة من أنفاس رمضانية على قناة أنفاس بريس، وغادي نتكلموا فيها على الأعذار اللي كتجعل الإنسان يفطر في رمضان، وشنا هو يعني المناسب، أو كيف يؤدي هاد الصيام اللي فاتوا، واش القضاء ولا الفدية، وشنا هو المقدار ديال هاد الفدية. إذن أول حاجة، شكون هما الناس الذين يباح لهم الإفطار في رمضان؟ الله تعالى قال: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن اللي كان مريض أو مسافر راه ممكن يفطر، وعد فعدة من أيام أخر يعني كيعد الأيام اللي فطرها. إذا كان مريض مثلا فطر 5 أيام أو 6 أيام، كيحسب ذيك الأيام وكيصومها في أيام أخر يعني خارج رمضان. كذلك المسافر، خصوصا إذا كان السفر فيه مشقة والصهد والتعام وكذا، ويجد مشقة في الصيام، فله أن يفطر، وإلا بغى يصوم يصوم، إلا قدر يصوم يصوم. إذن فبالنسبة للمسافر عنده الرخصة وعنده الاختيار، بغى يصوم يصوم، بغى يفطر يفطر، وإلا فطر يحسب الأيام، يحسب الأيام اللي يفطرها ويردها فيما بعد. كذلك ممن يباح لهم الإفطار المرأة الحامل إذا خافت على حملها، وكذلك المرأة المرضعة إذا خافت على رضيعها أنه ينقص لها الحليب ولا يمشي لها الحليب أو كذا. كذلك الشيخ الهرم، الشيخ الكبير، وصل 80 عام 90 عام ما بقاش كيقدر يفطر، عنده الرخصة أنه يفطر. يعني فهؤلاء كلهم عندهم رخصة، غير هو الفرق، وهو أن كاين اللي كيرد هذا الصيام، كاين اللي كيرد هذا الصيام كيتسمى القضاء، بحال المرأة الحائض مثلا، بحال المسافر، هذا يعني كيقضي ذوك الأيام، تيحسب شحال من يوم تفطر، 6 أيام 10 أيام، وتيرجعهم فيما بعد، وماشي ضروري يرجعهم مجموعين، يقدر يرجعهم مفرقين في أي وقت من السنة. وكاين اللي كيخرج الفدية، شكون هذا اللي كيخرج الفدية؟ هو اللي عنده مرض مزمن. شنا هو المرض المزمن؟ المرض يعني اللي ما تيبراش، تيقول ليه الطبيب انت هذا المرض عندك راه مزمن، راه ما يمكنش انك تفطر نهائيا، ما يمكنش انك تصوم نهائيا، سواء في رمضان او في غير رمضان. فهذا الله تعالى انزل على عباده الرحمه، قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله تعالى رحيم بالعباد. هذاك اللي عنده العذر وفطر ودار الفديه راه كيتسمى صائم، عند الله تعالى يكتب صائما، لان ربي ما اراد للعباد المشقه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك تنبه إخواني، إنسان عنده مثلا شي نوع من أنواع ديال السكر، ولا شي نوع من أنواع ديال التنسيون، ولا مرض القلب، ولا شي مرض من الأمراض اللي تستدعي أنه ما يصومش نهائيا، وتيكلف راسه وتيقول لك أنا ما جاتش معايا، الناس كل شي صايمين، الدار كل شي صايمين، ويبقى يبزز على راسه أنه يصوم، هذا حرام في دين الله، لأن الله تعالى لا يريد لك المشقة. وإلا صامه لك نفسه وراه كيتسمى عصى الله تعالى، فهمتي؟ لأن الله تعالى رحيم بعباده، وقال لنا ربي عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن هذا اللي كيصوم مع عدم القدرة ومع المشقة فهو عاصي لله تعالى، لأن ربي اللي أمرك باش تصوم وانت صحيح هو اللي أمرك باش تفطر وانت مريض. إذن هذا اللي عنده المرض مزمن تيدير الفدية. شنو هو المقدار ديال هذه الفدية؟ إطعام مسكين، إطعام مسكين، وقدروها العلماء بكيلو ربع ديال الدقيق، كيلو ربع ديال الدقيق، يعني مثلا رمضان كله يخرج 40 كيلو ديال الدقيق. كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يخرج، كان تيجمع 30 مسكين في أول رمضان، وتيفطرهم كاملين أو كيدير لهم العشاء كاملين، صافي هو طعم 30 مسكين على 30 يوم. إذا ممكن أنك تجمع ذاك الإفطار 30 مسكين، وممكن تفطر كل نهار مسكين، بغيتي تفرقها بغيتي تجمعها، غير المهم خصها تكون عند دخول رمضان. مثلا ماشي دابا حنا في شعبان أو لا قبل رمضان ونخرجوا الفدية قبل ما يدخل رمضان، فلا تجب حتى يدخل رمضان.
إذن كيلو وربع، وكاين اللي يعني أجاز إخراجها يعني نقدا، المقدار ديال كيلو وربع على حسب الطعام اللي كتاكل. إذا كان الزرع اللي كتاكل داير 1000 فرانك راه 250 ريال، كان الزرع اللي كتاكل داير 15 درهم راه هي 20 درهم. والأولى إخراجها يعني طعاما كما كان يخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. ونسأل الله تعالى أن يشفينا وأن يشفي جميع المرضى، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، والحمد لله رب العالمين.